أيضا تجد من السادة من يحاول أن يسترزق ويتكسب باسم السيادة، باسم الانتساب إلى الدوحة الهاشمية، فينصب نفسه. تجد اليوم من يأتي وينصب نفسه مرجع تقليد في قبال المراجع الحقيقيين، معتمدا على جهل الناس مع الأسف وعواطف الناس، أن الناس ترى فلان سيد ابن رسول الله وخال عمامة سوداء على راسه ويعلن مرجعية من دون أن يجتاز أو من دون أن تجتمع فيه الشرائط المعتبرة للمرجعية، من دون أن يجتاز المراحل الحوزوية المطلوبة، لكن بسبب حبه للتسلط أو حبه لأن يصبح مشهورا والناس تجتمع عليه، حبه للعلو في أوساط الناس، تجده يدعي المرجعية والاجتهاد والفقاهة. في هذا الزمان مع الأسف ابتلينا بهؤلاء، وهؤلاء أمثال هؤلاء لما تولوا الحكم، وترون النموذج هناك في الشرق، تجدون ماذا صنعوا بمراجع التقليد الحقيقيين، كيف عذبوهم، كيف سجنوهم، كيف جعلوهم قيد الإقامة الجبرية، ما هو دافعهم لهذا؟ الحسد. هؤلاء هم المراجع الحقيقيون، هم المراجع العدول، حسدهم هؤلاء الذين يريدون أن يتبوأوا هذا الموقع، موقع المرجعية، من أجل أهداف دنيوية، من أجل أن تصبح عنده حكومة، يصبح عنده جيش، أو يصبح مشهورا. دونك هناك في طهران ودونك في بيروت. والمؤمن عليه أن يكون كيسا فطنا، يعرف أن يميز بين المرجع الحق والمرجع المنتحل للمرجعي. المؤمن يجب أن يكون ذكيا كيسا فطنا، لا هكذا يقبل بأي إنسان. نفس هذا الحديث الشريف الذي يعرفه معظم الشيعة، حديث المرجعية، حديث التقليد المروي عن الإمام العسكري صلوات الله عليه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. مع الأسف هذا الحديث الشريف لا يستكمل عند الناس، تتم عنده فيه حديث تتم، لكن مع الأسف لا يلتفت إليها ولا تقال على المنابر. ما هي التتم؟ فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم. بعض فقهاء الشيعة، مو كل واحد يدعي أنه فقيه شيعي منتسب إلى مدرسة الإمام الصادق، مدرسة أهل البيت، نحن نذهب ونخضع له من دون أن نحقق وأن ندقق لنرى هل هذا الرجل بالفعل صادق أم كاذب، له مآرب أخرى أم لا، أننا لا نتسرع ونخضع ونقلد من لا يكون في تقليده رضا الله ورسوله وأئمة أهل البيت صلوات الله عليه، من لا يكون فقيها حقا. إن هذا الزمان مع الأسف واحد يقوم يخلي لنفسه آية الله ويطبع له شوية صور ويستنسخ رسالة عملية ويوظف له جوقة من الناس، هؤلاء يطبلون يزمرون له، يصير مرجع تقليد. هذا اللي صاير هالأيام، بالدعاية يصنعون مرجع تقليد، محسب الموازين العلمية والحوزوية المعروفة. على الإنسان أن ينتبه، على شبابنا الأعزاء أن ينتبهوا،
واحد يدعي المرجعية وتراه على شاشة التلفاز يترضى على أبي بكر وعمر مثلا، هذا مرجع يكون أم يكون رادا على أئمة أهل البيت الذين قالوا ثلاثة لا يقبل الله منهم عمل: من جحد إماما من الله، ومن نصب إماما من غير الله من غير أن ينصبه الله، ومن زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب. هذا لا يقبل منه عمل، هذا لا تكون له كرامة عند الله تبارك وتعالى. هذا كلام الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول كما في الرواية المعتبرة: أبو بكر وعمر كافران، كافر من أحبهما. هذا الرجل يأتي ويقول رضي الله عن أبي بكر وعمر. الزهراء عليه السلام ماتت، استشهدت باتفاق الجميع، الكل، كل الفرق كلهم قالوا الزهراء صلوات الله عليها رحلت عن هذه الدنيا وهي غاضبة على أبي بكر وعمر، صحيح أم لا؟ غاضبة واجدة. هذا في المقابل ماذا يقول؟ يقول أنا راضي، رضي الله عن أبي بكر وعمر. الله أكبر، هذا شنو معناه؟ معناه أنه جعل نفسه عدوا للزهراء. الزهراء موقفها الغضب على هؤلاء، هذا موقفه الرضا عن هؤلاء، بل يسأل الله أن يرضى عنهم. هذا مرجع تقليد، هذا فقيه، هذا نائب الإمام الحجة، أو شخصا آخر يدعي أيضا الاجتهاد والمرجعية وولاية أمر المسلمين من الأولين والآخرين كلهم، وفي المقابل حينما تنظر إلى حكمه تجده لا أقول أنه يسجن المؤمنين ويعذبهم، يسجن حتى مراجع التقليد الذين يختلفون معه في الرأي فقط، يختلفون معه في بعض الآراء، يسجنون، يعذبون، يوقعون تحت الإقامة الجبرية. على الإنسان أن يكون ملتفتا جيدا. الحمد لله المراجع العدول الأتقياء الذين تجتمع فيهم شرائط الفتوى، شرائط التقليد موجودون، حفظهم الله وأبقاهم. على الإنسان المؤمن أن يتوجه لهؤلاء لا أن ينخدع. المؤمن كيس فطن.